هنبدأ بأستاذ عبد الله خميس. أهلا بيك أستاذ عبد الله، ممكن حضرتك تعرف نفسك؟ اسمي عبد الله خميس أبو بشيم. اسمي عبد الله خميس أبو بشيم، من الإسكندرية. صوت معلش، صوت عالي صوتك. من الإسكندرية. تمام. طبعا بدأت في حفظ القرآن الكريم وختمت على 10 سنين، وبفضل الله أخذت إجازة عاصم وقرأت شعبة وحفص بسند عالي. إن شاء الله بقى هقول إنشاد تأملات في الكون من كلمات الشاعر أحمد مكاوي. ما شاء الله الشاعر يعني ما شاء الله كلماته فوق الخيال يعني. تمام، طب نسمع حضرتك، تفضل. في الكون يا أحباب نور الهادي، قد ماس من عبق الجمال فؤادي، فلمسته في كل شيء حولنا كالشمس والقمر المنير الشادي والنجم والأرض الفسيحة والسماء وجميع ما في الكون والعباد. فانظر لصنع الله كن متأملا، رفع السماء بحكمة ورشاد، جناته قد زينت وتعطرت بعبيرها شوقا إلى الزهاد، والأرض قد بسطت برحمة ربنا، قد أزهرت بجبالها والوادي، وبحارها فاضت علينا فرحة، وسهولها فيض من الإسعاد. سبحانك اللهم أنت إلهنا، ورضاك عني بويتي ومرادي. سبحانك اللهم أنت إلهنا، ورضاك عني بويتي ومرادي. قد جئت أطلب يا كريم هداية، سبحان من في الذكر قال عبادي، سبحان من في الذكر قال عبادي. تمام، ألف شكر لك أستاذ عبد الله، جميل طبعا، اللهم بارك أداءك جميل.